يعطيكم العافية. هلا راح نحكي عن الساين اوف اي فانكشن. طبعا حتى نشوف الساين اوف اي فانكشن في عنا عدة طرق، وكل فانكشن بتاخذ طريق. ممكن نقدر نحن نحدد الساين اوف اي فانكشن اذا كانت هي لينير فور اكزامبل، او اذا هي كوادراتيك باستخدام الايكويشن اوف ذس فانكشن. ف إذا عندي أنا linear function يعني الـ f of x شكلها بهذا الشكل، f of x equal ax plus b، أنا هاي بقدر أحدد لها sign directly. طبعاً هون بده يكون في عندنا condition إنه الـ a ما بتساوي 0، فالروت لإلها هاي الروت لهي الـ function هي راح تكون x equal minus b على a، لأنه بدنا نحلها equal to 0 فبتطلع عندنا x equal minus b over a. فرح نيجي نرسم النمبر. طبعا هون الدومين لهي الفانكشن هي من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي، فرح نرسم الدومين. هذا هو الدومين من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي، وراح نحط ماينس بي على اي، هاي زيرو. بعدين بتطلع على الاي، انا بيهمني بس الاي، البي ما بتاثر على الساين، فاللي بتاثر على الساين هي الاي، فهون هي بتكون same وهون opposite. طبعا same لمين؟ same لل a، و opposite لل a. هاي اذا كانت linear. ممكن تكون كمان quadratic. quadratic يعني ال f of x بده يكون بهذا الشكل، هي ax squared plus bx plus c، ax squared plus bx plus c. طبعا نحن هون بنعرف انه اذا كوادراتيك في عندها وحده من ثلاث حالات، فيا بده يكون في عندي انا نو ريل روتس، او بده يكون في عندي 1 دبل روت، او بده يكون في عندي 2 ديستينكت روتس. أول حالة لما بتطلع معنا الدلتا هي نيجاتيف، السكند وان لما الدلتا بتساوي زيرو، والثيرد وان لما الدلتا بتكون بوزيتيف. هلا إذا عندي نو ريل روتس، فراح نرسم النمبر لاين، ما في روتس، فهي من ماينس انفينيتي لبلاس انفينيتي. ما في روتس يعني بدها تاخذ سيم از اي، فهي سيم لمين؟ سيم از ساين اوف اي. هاي بحاله لما ما بيكون عندنا روتس. اذا عندي انا 1 دبل روت، هذا الدبل روت انا راح اسميه اكس برايم، فراح نيجي نرسم نمبر لاين. هذا الروت هو مين؟ هو اكس برايم، روت واحد ما في غيره، هاي بلس انفينيتي، هاي ماينس انفينيتي، هون زيرو، والبقيه هن سيم از اي. اذا في عندنا تو distinct روتس، فراح ناخذ function how to root راح نسميهم x prime and x double prime. طبعا فينا نعتبر هو ال x prime هو الصغير، بعدين x double prime هو الكبير، اكيد هني ما بيساووا بعضهم لانه distinct، وهاي zero وهاي zero، والاشارات راح يكونوا same opposite same. هاي اذا كانت لينير او كوادراتيك. هلا بس تصير تعلى الدجري بتصعب عندنا المساله لحتى نحدد الساين للروتس. فينا ناخذ اكزامبلز عليهم اهو. اكزامبل يعني اذا عندي مثلا انا اف اوف اكس بتساوي ماينس 3x بلس 6، دغري في يطلع السوليوشن، الاكس بتطلع ماينس بي يعني ماينس 6 على اي،
يعني 2. فراح نجي نحط النمبر لاين، هذا النمبر لاين، وهاي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، هاي 2 بتصفر عليها، اشاره الاي نيجاتيف، فهون نيجاتيف، هاي بوزيتيف، خلصت. Another one. ممكن يكون عندنا ال f of x بهذا الشكل. Minus 2x squared plus 5x minus 3. طبعا هون فينا نطلع على الدلتا، وفينا نطلعها على ال ايه على special cases اللي هي أنا عندي A plus B plus C بتساوي 0، فأول روت هو 1 or second one هو C على A، يعني minus 3 على minus 2، 5 بعطينا 3 على 2. طبعا الدومين لها هي معروف، الدومين لها هي polynomial، فمن minus infinity لا plus infinity ما فيها مشكلة. فراح نحط النمبر لاين، بعدين راح نحط minus infinity لا plus infinity between الصغير بيناتهم هو ال1، بعدين ال3 على 2، اي 0 هاي 0، اشاره الاي هي نيجاتيف لانه ماينس 2، فراح تكون نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب هاي اذا عم نحل لينير او كوادراتيك. هلا ببعض الاحيان نحن بنكون حاطين التيبل اوف فاريشن، كيف بنستنتج الساين من التيبل اوف فاريشن؟ راح ناخذ اكزامبل كنا مشتغلينه من قبل بفيديو سابق، راح نحط لينك بالديسكربشن لما اشتغلنا تيبل اوف فاريشن. اذا عندنا هذا الاكزامبل اللي كنا مشتغلينه من قبل، طبعا هذا الاكزامبل هو لفانكشن بهذا الشكل f of x equal x ln x minus x. طبعا هون اذا بدي اجي اطلع لها الساين ممكن اقدر الاقي لها الساين، بس الافضل انه اكون حاطط شو؟ الافضل انه اكون حاطط التيبل، فبتطلع عندي دغري. فلحتى نلاقي الساين بيجي ببلش انا هدفي هون تحت، فلندور على الساين دائما وين بنطلع؟ نطلع على اللي موجودين داون، وانا ما بدنا اياها فينا نشيلها. هلا بيجي هلا بيهمني انا الاشارات هول اللي هم، فبيهمني هاي كمان فينا نشيلها، بيهمنا الساينز. الساين لهذا النمبر هو نيجاتيف لانه زيرو ماينس، فنيجاتيف. هذا اللي هون هو نيجاتيف، هذا اللي هون هو بوزيتيف. فلاحظوا من لا يطلع من نيجاتيف لبوزيتيف بده يمرق بزيرو، لك وينه زيرو. اوكي، فبكل هاي المنطقه من هون لهون هي نيجاتيف، حتى لو كانت انكريزنج ما في مشكله. فشو بنقول؟ فبقول انا في اكتبها هيك مثل الدومين، بلشنا على الزيرو، ضلت نيجاتيف لو وصلنا لوين؟ للاي، على الاي صفرت، وهي بلس انفينيتي. فشو بعمل هون؟ بحط نيجاتيف، وبعد الاي لاحظوا انه صارت زيرو، طلعت فوق الزيرو، وصلت لبلس انفينيتي، فهي بوزيتيف. هاي هي مين؟ هاي هي الساين of f. فهاي شو بتفيدني؟ هاي بتفيدني انه لما اذا الاكس بين الزيرو والاي، الساين لهي الاف هو نيجاتيف. اذا الاكس بيساوي اي، الاف بتطلع زيرو. واذا حيلا فاليو اكبر من اي، يعني بين الاي والبلس انفينيتي، فالساين لها هو بوزيتيف. فسنتجت الساين من وين؟ باي يوزنج تيبل اوف فاريشن. خلينا ناخذ اكزامبل ثاني مع التيبل. اذا عندي تيبل بهذا الشكل،
x من minus infinity ل plus infinity. وهاي هون على ال I1 not included, هاي 3 for example, الجواب هو هاي minus 1, هاي 0, هاي 0, sign هو positive, negative, negative, positive, increasing, بعدين increasing, increasing, بعدين increasing, كون عندي هاي بلس انفينيتي انفينيتي ماينس 1. طيب اذا عندنا فانكشن مثل هاي الفانكشن بدنا نلاقي الساين للاف. قلنا الساين للاف انا بيهمني هو الموجودين هون تحت، فبيهمني اشارات هو النمبرز الموجودين عندي تحت. فشو بعمل؟ بيجي انا بكتب اول شيء بحط الدومين مثل ما هو موجود عندي. الدومين موجود عندي بهذا الشكل من minus infinity ل plus infinity not defined على ال minus 1، فبنشيل على ال 1 عفوا. هلا بيجي براقب الاشارات. اشاره اول وحده هي نيجاتيف، هاي هي نيجاتيف، هاي هي نيجاتيف، فكل شيء قبل ال1 نيجاتيف فبحط نيجاتيف. هاي ساين لمين؟ هاي ساين اوف اف. هلا بنرجع بنبلش بعد ال1. اول وحده هي بوزيتيف، بعدين نيجاتيف، فهون مرقت من بوزيتيف لنيجاتيف، فبدي اشوف وين قطعت بالزيرو. قطعت بالزيرو على ال2 فبحط 2، جوابها هو 0. قبلها هي بوزيتيف، بعدها هي نيجاتيف. بنكمل، هاي هون هي نيجاتيف، هاي هون هي بوزيتيف، فكمان بين هاي الفاليو وهي الفاليو قطعت بفاليو هي 0. 0 وين؟ على ال5، فعلى ال5 بحط 0، وبعد ال5 نقلت لوين؟ نقلت لبوزيتيف. فشو بيعني هذا الحكي؟ انه انا اذا عوضت بالاف حيلا فاليو اصغر من 1 جوابه هو نيجاتيف، بين ال1 وال2 جوابه هو بوزيتيف، على 2 هي 0، بين ال2 وال5 هي نيجاتيف، واكبر من 5 هي بوزيتيف، وعلى ال5 هي قد ايه؟ على ال5 هي 0.